مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحية في هذه الانطلاقة وشوطنا الذي يسير في هذه اللحظات التاسع في مجموع الاشواط والشوط التاسع الخاص بالحول المحليات الاصايل لابناء القبائل على ارضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل لمسافة 6 كيلومترات في هذا الانطلاق المتميز على أرضية هذا الميدان. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع ماذا يدور من تحدي وإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل. ومباشرة إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة، وهنا من تقود الصدارة وتفتتح إذاعة هذا الشوط اللي هي الواعية للسيد علي بن خليفة بن حليس الكتبي في الصدارة، وفي المركز الأول المركز الثاني تأتينا الشاهينية للسيد عبد الله بن سلطان. الشاهينية للسيد عبد الله بن سلطان بن ضيخان تأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث طماعة لسعيد بن سلطان الملعاي تأتينا في المركز الثالث، وفي المركز الرابع جياشة للسيد فارس بن خميس بن الفندي المزروعي، وعلى المركز الرابع الخوارة للسيد مكتوم بن ابراهيم بالكور المزروعي تأتينا خامسا، وفي المركز السادس طرفاجة للسيد احمد بن مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وميزة للسيد عيد بن عبيد بن عيد المنصوري على المركز السابع، وفي المركز الثامن الشاهينية للسيد او الشحانية للسيد عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري تأتينا في هذا الانطلاق على المركز الثامن، وفي المركز التاسع المركز التاسع من الجانب الاخر والتسلل الملحوظ للغاية على تاسع المراكز وشعار السيد سعيد بن زهرة الخيالي تأتينا في هذه اللحظات على ظهر اللزكية وتنتقل انتقالة ممتازة الى المركز التاسع. اما المركز العاشر، المركز العاشر وجميلة للسيد فري بن علي بن حمودة الظاهري على عاشر المراكز. هذه نتائجنا للعشرة المراكز الاولى ذعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ندائنا الاول للعشرة المراكز الاولى. نعود الى الصدارة، الى المقدمة، الى المركز الاول، الى الواعية، الى الواعية، الواعية على المقدمة، الواعية على صدارة هذا الشوط السيد علي بن خليفة بن حليس الكتبي المسيطرة، كل السيطرة على زمام الامور وعلى الصدارة. تأتينا جياشة في المركز الثاني للسيد فارس بن قميص بالفندي المزروعي، وجميلة من تأتي ثالثا بهذه الانتقالة المتميزة للسيد فري بن علي بن حمودة الظاهري، وعلى المركز الرابع هنا تأتينا الشحانية في المركز الرابع للسيد عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، والمركز الخامس طرفاشة للسيد احمد بن مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وعلى المركز السادس هنا المتواجدة ميزة للسيد عيد بن عبيد بن عيد المنصوري، وصلت شقرة للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري تأتينا سابعا وتنتقل بدورها الى السادس الى الخامس. اما المركز الثامن فنتابع نحن هنا في ثامن المراكز اللزكية للسيد سعيد بن زهرة الخيالي، وتأتينا وفا للسيد حياب بن مطر بن سعيد بن حضيرم الكتبي على تاسع المراكز، والمركز العاشر، المركز العاشر وأرى شعار بن خفية من الجانب الثاني على ظهر الشايبة للسيد محمد بن عتيق بن علي بن خفية الكتبي من تأتينا عاشرا. هذه هي نتائجنا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل للعشرة المراكز الأولى، وندائنا الثاني في مسيرة شوطنا التاسع للحول المحليات الأصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان
وفي هذا الختام الجميل المنتظر هنا على أرضية هذا الميدان الذي نتابعه عبر دبي ريسينج، من تتابع هذا الحدث وهذا الانطلاقات المتميزة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى صدارة هذا الشوط وإلى التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة من قبل جياشة. انتزعت الصدارة، تزعت المركز الأول، سيطرت على زمام الأمور السيد فارس بن قميث بالفندي المزروعي من أتت من الغربية للمشاركة على أرضية هذا الميدان. أما المركز الثاني فتأتينا جميلة في ثاني المراكز وملقية جميلة لسيد فري بن علي بن حمودة الظاهري والواعية في ثالث المراكز والمنطلقات هنا السيد علي بن خليفة بن حليس لقتبي، وتأتينا شقرة على المركز الرابع لسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري على المركز الرابع وبقيادة أبو عبد الله أيضا محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري من يدفع بها في هذا الانطلاق على المركز الرابع وخامس المراكز. المركز الخامس وفى السيد حياب بن مطر بن سعيد بن حضيرم لقتبي، وفي المركز السادس ميزة السيد عيد بن عبيد بن عيد المنصوري وطرفاشة من تأتينا سابعا لسيد احمد بن مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وفي المركز الثامن ملوك قادمة واول ندى لملوك السيد احمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري والشحانية، في المركز التاسع لسيد عبد الله بن مطر بن ثابت الدوسري، وعلى المركز العاشر وصلنا ايضا بمحمد سويد بن زايد بن قشبان المنصوري على ظهر الشاهنية واول ندى للشاهنية. هذه نتائجنا مشاهدينا ومتابعينا الكروم للمراكز العشرة الأولى. وإن سألت عن موقعنا في الإعراب الميداني فها نحن مشاهدينا ومتابعينا الكرام نغادر 1400 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، وهناك جياشة من سيطرت على زمام الأمور، سيطرت على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط السيد فارس بن قميص بالفندي المزروعي، وبمعيته جميلة تلاحقها ملاحقة دقيقة السيد فري بن علي بن حمودة الظاهري وشقرة. تأتينا ثالثا السيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري الله يلعن طيله، شد الحيل مع شقرة. أما المركز الرابع وصلت الشاهينية للسيد سويد بن زايد بن قشمان المنصوري وطرفاشة، في المركز الخامس للسيد أحمد بن مسري بن سالم بن عرضي الحميري، وفي المركز السادس أول ندى للريم وصلت للسيد علي بن راشد الخميساني الظاهري، ومع محمد بن سالم بن حضيرم في التضمير. يا سلام، بنعود إلى المقدمة إلى جميلة، من غيرت النتيجة غيرتي إلى الصدارة إلى المقدمة وصدارة هذا الشوط. والمركز الأول جميلة وملكية للسيد فري بن علي بن حمودة الظاهري على الصدارة وعلى المركز الأول. ها هي إذا جميلة على الصدارة وعلى المركز الأول، من تعلن الفوز تحمل الانتصار على الصدارة وعلى المركز الأول. تهانينا لك يا أبو خليفة على هذا الفوز الجميل المستحق، تهانينا لك على هذا الأداء لسيد فري بن علي بن حمودة الظاهري على فوز جميلة من تجملتي بالشوط التاسع بفوز وناموس مستحق. سلام يا أهالي مدينة العين، سلام سلام يا أهل العاصمة أبو ظبي أيضا على هذا الفوز الجميل المستحق لجميلة، وهي تصل إلى خط النهاية. ولا ننسى أمامها أصبيح بن محمد المخيبي، ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز، معلنة الناموس. تهانينا المركز الثاني وجياشة للسيد فارس بن قميص الفندي المزروع الشاهينية، في المركز الثالث للسيد زايد بن سويد بن قشمان، المركز الرابع ريم للسيد علي بن راشد الخميساني، المركز الخامس للسيد قحيد بن محمد العميمي، المركز السادس السيد محمد بن عتيق بخفية، المركز السابع للسيد أحمد بن سري بن سالم بن عبد الحمير، المركز الثامن للسيد حمد بن خويته بن عامر، المركز السادس لعبد الله بن مظفر محمد العامري، والمركز العاشر وصلتنا في هذه اللحظات ايضا لحميد بن جاسم بن براك. ونعود الى التوقيت الزمني ولحظه وصول جميله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس، 9 دقائق 31 ثانيه
خمسة أجزاء من الثانية توقيت الزمن. التهانينا والناموس للسيد فري بن علي بن حمودة الظاهري على أداء جميلة. أما المركز الثاني فكان من نصيب اللي هي جياشة وقدمت عرف تشكر عليه وكان وأمسى من صالح المركز الثاني 9:36 ثانية وفاء وتماما وكمالا. أما المركز الثالث فكان من نصيب الشاهينية للسيد سويد بن زايد بن قشمان المنصوري 9:38 ثانية وفاء وتماما وكمالا توقيتها الزمن. تهانينا والناموس تهانينا للجميع. وفي هذه اللحظات الميكروفون ايضا والمتابعة من الزميل حمد بن ضبيب الشامسي ليتابع الشوط القادم.